مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ضيف التحرير. تواصل الحكومة تتبع الاستثمارات العمومية والتي تهدف لإنعاش مجموعة من القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل. قبل أيام اجتمعت لجنة الاستثمارات وقررت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات بميزانية مالية وصلت لأكثر من 7 مليارات درهم. وللحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف التحرير السيد محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي. السيد محمد، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. أهلا بك. إذن الاجتماع الرابع هذا للجنة الاستثمارات بمشاركة مكثفة من وزراء ينتمون لمجموعة من القطاعات ورئاسة أكيد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. الهدف هو منح دينامية للاستثمار وأيضا تحسين مناخ الأعمال. كيف تنظر في البداية لهذه الاجتماعات الدورية التي تعكف عليها لجنة الاستثمار التي هي مكلفة بالأساس بتتبع مجموعة من الاستثمارات التي تدخل في إطار السياسة المالية للمملكة المغربية لسنة 2022؟ أعتقد بأن موضوع الاستثمار يشكل واحد الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة، بحيث أن اليوم يعني عقدنا واحد 4 اجتماعات للاستثمار بالإضافة إلى اجتماعين إضافيين. الاجتماع الأول تم من خلاله يعني التطرق لملف الاستثمار بصفة عامة، والاجتماع الثاني تم يعني اجتماع مع مدراء المراكز الجهوية للاستثمار للأحاديث حول مستقبل إنعاش الاقتصاد في الاتجاه هذا. أنا أعتقد بأن هذه الوتيرة هذه اللي مشات بها هذه 4 اجتماعات يعني في ظرف واحد شهر ونص درنا واحد 4 اجتماعات اللي عطاونا واحد أكثر من 31 اتفاقية بمجموع واحد أكثر من 22.5 مليار درهم. أعتقد أن يعني واصلنا بهذه الوتيرة هذه في عقد لجان الاستثمار يعني في الأشهر المقبلة، ممكن أن هذا الأمر هذا يمكن يعني عنصر من عناصر إنعاش الاقتصاد المغربي لما يعني يعرفه بعد أثار جائحة كورونا اللي خيمت على الاقتصاد المغربي لأكثر من تقريبا واحد سنتين هذه. نعم، يعني الاجتماع تمت من خلاله المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات وصل عددها لسبعة، وأيضا ملاحق لمشاريع استثمارية بميزانية فاقت 7 مليارات درهم. ماذا يعني هذا الرقم في إطار الاستثمار العمومي للحكومة المغربية وفقا لقانون المالية الخاص بسنة 2022، والذي فاق يعني بلغت فيه استثمارات ما يزيد عن 245 مليار درهم، وهو رقم هام وهام جدا. أعتقد بأن المجهود الاستثماري اللي قامت به الدولة خصوصا مع جائحة كورونا هو واحد المجهود اللي هو مستحسن، بحيث أن المجهود الاستثماري في سنة 2021 يعني وصل لأكثر من 230 مليار درهم، ومن المرتقب حسب قانون مالية سنة 2022 أن هذا المجهود الاستثماري يمشي لأكثر من 245 مليار درهم. اللي خصنا نعرفه كذلك هو ان كاين واحد الامر اللي هو مهم، هو ان في السنوات الاخيره يعني هاد الثلاث سنوات الاخيره يعني الفعل الاستثماري والانجاز ديالو على ارض الواقع ارتفع، بحيث ان في سنه 2020 وبلغ اكثر من 79% من الانجاز. انا اعتقد ان هذه الوتيره هذه ديال عقد الاجتماعات بطريقه دوريه وهذه الاولويه اللي كيعرفها الاستثمار في البرنامج الحكومي للحكومه الجديده ما يمكن ليه الا انه يساهم في انعاش الاقتصاد بصفه عامه، ويعني يخلق لنا واحد مجموعه من فرص ديال 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 التشغيل، وخلق لنا فرص ديال الثروه باش ممكن اننا نحدوا من هاد المشاكل اللي كاينه بين الفئات المجتمعيه خصوصا في الظرفيه الصعبه اللي كعرفها المغرب. نعم، نوعيه الاتفاقيات او قد نقول بان هذا الاجتماع يعني حصه الاسد كانت من نصيب قطاع التعليم العالي، ازيد من 6 مليارات درهم هي الميزانية المرصودة لاتفاقيات تتعلق بمشاريع تنضوي تحت لواء التعليم العالي. تأتي بعد ذلك السياحة كقطاع ثاني يحظى بالأولوية، واللوجستيك ثم الصناعة. صحيح هناك استراتيجية خاصة للاستثمار العمومي تشمل كل القطاعات في الدولة، ولكن هذه الاتفاقيات في هذا الاجتماع للجنة الخاصة بالاستثمار اجتماعها الرابع قد نقول بأن حصة الأسد كانت للتعليم العالي. هل نحن بالفعل أمام تنزيل فعلي للبرنامج الحكومي، ولكن وفقا للنموذج التنموي الذي حث على ضرورة إصلاح منظومة التعليم؟ بالفعل، بحيث أن يعني تنزيل النموذج التنموي الجديد هو من أولويات هذه الحكومة الجديدة،
وكيف ما قلت ان هذا الحجم ديال 245 مليار درهم خصو واحد السرعه في الاداء، خصو واحد السرعه في الوتيره ديال الانجاز، وبالتالي فان كاين واحد مجموعه من الاستثمارات متعلقه بالبنيه التحتيه، متعلقه بالتعليم، متعلقه بالصحه. هذا اللي خلى ان هذا الاجتماع الرابع هذا اللي فيه واحد سبعه الاتفاقيات ان حصه الاسد تكون من نصيب التعليم العالي، باش ممكن اننا يعني نرفعوا من المستوى ديال التعليم ونرفعوا كذلك من المستوى ديال الصحه، باش ممكن ان جميع المواطنين والمواطنات ديال هذه البلاد يستافدوا يعني من تحسين الراس المال البشري ديالهم، باش انهم يكونوا مساهمين في خلق الثروه وفي خلق واحد مجموعه من فرص الشغل بالنسبه للمغاربه. نعم، نحو 5000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. المباشرات يعني 1000 وما يزيد، و3000 وما يزيد بالنسبة للمناصب المالية غير المباشرة. ماذا تعني في خريطة التوظيف العمومي، وفي نفس الوقت في ظل الأهداف التي تصبو إليها الحكومة فيما يخص الوصول على الأقل ل250 ألف منصب شغل في غضون سنتين من الولاية الحكومية؟ صحيح صحيح، بحيث ان المغرب فقد يعني اكثر من 1 مليون منصب شغل مع هذه الجائحه هذه في السنتين الاخيرتين، وبالتالي فان اي استثمار عمومي او استثمار في المغرب هو مرتبط اساسا بما يمكن ان يوفره من فرص الشغل، بحيث ان بالامس كنا كنشوفوا واحد 500 منصب شغل او 1000 منصب شغل، يعني كنشوفوا واحد الرقم اللي هو رقم بسيط، ولكن مع الجائحه هذه والاثار ديالها ولينا كنشوفوا بان اي ممكن اي يعني رقم ممكن اننا نخدموه، ممكن اننا نشغلوه باش انه يخلق لنا فرص ديال الشغل، هو رقم يمكن اللي يكون يعني اللي هو ايجابي، بحيث ان هذه الاتفاقيات الاربع يعني اللي تم التوقيع ديالهم في هذا الشهر ونص الاخيره سيمكن المغرب من خلق على الاقل واحد 11500 منصب شغل بطريقه مباشره، واكثر من هذه المناصب هذه بصفه غير مباشره، خصوصا مع الظرفيه يعني اللي كعرف الاقتصاد المغربي، وخصوصا مع ظهور هذا المتحور الجديد اللي هو اوميكرون اللي خلانا اننا نغلق الاجواء، اننا مجموعه من القطاعات اللي تاثر، وبالتالي فان اي فرصه استثماريه خاصها تكون مكلله بخلق فرص الشغل، لان هذه فرص الشغل هذه هي اللي يمكن تساعد الحكومه بانها توصل لواحد المستويات ديال النمو اللي هي مستويات متوسطه على الاقل في 3 سنوات او 4 سنوات نعم، القادمه. وان كنا يعني لا يمكن التعويل على المناصب الماليه المستحدثه من قبل الحكومه فيما يخص قانون الماليه، يعني 45 الف منصب شغل او منصب مالي يعني ليس بالشيء الكثير، لان اكيد للحكومه اهداف ولها برنامج ايضا تمثل بوعود انتخابيه واخرى في البرنامج الحكومي تتمثل بخلق 1 مليون منصب شغل خلال الولايه الحكوميه الحاليه، وهناك اوراش ومشاريع اخرى تتعلق بإحداث هذه المناصب المالية. هل نحن أمام ترتيب للأولويات بغض النظر أكيد عن الاتفاقيات الموقعة والاستثمارات العمومية التي تؤدي بنا إلى مناصب مالية مباشرة وغير مباشرة؟ بالفعل بالفعل، بحيث ان المغرب اليوم يعني يعتبر بان قطاع ديال التعليم وقطاع ديال الصحه هما اولويات من اولويات البرنامج الحكومي، وبان غيمشي فيهم واحد المجهود الاستثماري اللي هو كبير في السنه المقبله وفي السنوات القادمه، ولكن ما خصش نساو بان هذه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص هي اللي ممكن تاهل الحكومه انها توصل 1 مليون منصب شغل، يعني ما عنيهاش الولايه الحكوميه، بحيث ان هذا المجهود الاستثماري اللي غيوصل ل 245 مليار درهم سنه 2022 هو اللي غيخلق لي الطلبيات العموميه اللي ممكن ان المقاولات كيف ما كانت يعني الحجم ديالها مقاولات صغيره جدا صغيره او متوسطه ممكن انها تستافد من هذه الطلبيات العموميه اللي غديرها يعني الدوله عن طريق الاستثمار العمومي، باش ممكن انها من بعد هي ممكن تخلق لنا واحد فرص الشغل يعني على المدى المتوسط. نعم، وايضا قطاع السياحه لن نقول في هذا في هذه في هذا الاجتماع أو في مقررات ما صدر عن اللجنة الخاصة بالاستثمار خلال هذا الاجتماع، ولكن منذ تنصيب الحكومة قطاع السياحة يحظى بأولوية، وهناك بعض المجهودات التي يعني تبحث عن تخفيف من وطأة تداعيات جائحة كورونا وحدتها على القطاع السياحي على المقاولات الخاصة بهذا القطاع. حظي القطاع بميزانية وصلت إلى 476 مليون درهم، ولكن الميزانية المخصصة لهذا القطاع بالتأكيد أكبر بكثير. هل يمكن أن تنعكس بالإيجاب، خاصة ونحن نشاهد يعني بعض المشاهد من هنا وهناك للمقاولات السياحية، مكاتب السياحة والسفر، يعني الكل يصرخ بأعلى صوت بأن
كل ما نجم عن جائحة كورونا وأيضا بعض الإجراءات التي تعكف عليها الدولة لحماية المواطنين تنعكس بالسلب على هذا القطاع الذي يعني صوته لا يصل كما يقولون، كيف يمكن للاستثمارات العمومية واستمرارها في قطاع السياحة أن يخفف عليهم من هذه الأزمة التي يعني ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ سنتين منذ مارس 2020؟ صحيح صحيح، بحيث ان القطاع السياحي يساهم اكثر من واحد 7 الى 10% من الناتج الداخلي الخام بالنسبه للمغرب، وكذلك كيشغل لنا على الاقل واحد 600 او 700 الف منصب شغل بطريقه مباشره. نعم وهذا القطاع السياحي كان من يعني من القطاعات اللي تضررت بشكل كبير من اثار جائحه كورونا، بحيث ان القوه القاهره لاغلاق المجال الجوي، وكذلك هذا الاغلاق الليلي اللي كان في الاشهر القليله الماضيه كان كيخلي هذا القطاع الاقتصادي السياحي أتكلم عن قطاع ديال الطيران، عن النقل السياحي، عن الصناعة التقليدية، عن الفنادق، عن كراء السيارات، عن مجموعة من القطاعات اللي تأثرت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من هذه الجائحة ديال كورونا. وبالتالي فإن على الدولة، يعني صحيح أن الدولة قادت واحد مجموعة من الأمور اللي هي الدعم ديال هذا القطاع هذا، كاين هناك اتفاق بين الحكومه وبين الفاعلين الاقتصاديين على واحد البرنامج اللي هو مخطط من 2020 2022، كاين كذلك الدعم ديال 2000 درهم اللي كيعطيه صندوق ديال الضمان الاجتماعي، ولكن هذه الاستثمارات هي اللي ممكن انها تخلي ان غدا منين نخرجوا من هذه جائحه كورونا اننا ممكن نستثمروا في القطاع وممكن اننا نخلقوا فرص ديال الشغل من بعد. اللي ما خاصش ننساو هو ان كذلك هذه الحمله الوطنيه التلقيح اللي عرفت المغرب واللي المغرب تقدم فيها بشكل اللي هو شكل كبير غترفع من التنافسيه ديال المغرب بمقارنه مع دول الجوار، وبالتالي خصنا نكون مستعدين في الاشهر يعني القليله القادمه، اتكلم عن خصوصا على النصف الثاني من سنه 2022، لان السائح سيفكر يعني 100 مره انه يجي المغرب على اساس انه يمشي لدول الجوار، بحيث ان التقدم الحاصل في الحمله الوطنيه التلقيح سيشكل نعم نقطه ايجابيه حتى الاخبار الاستثماري ممكن ان يخلي المغرب انه يمشي الى الى نعم. الامام. حتى الاخبار الايجابيه سي جدري القادمه يعني من مجموعه من المختبرات العلميه من المؤسسات التي تعنى بتتبع جائحه كورونا كلها تشير الى ان بدايه النهايه باذن الله لهذه الجائحه ومتحور اوميكرون، وان كان سريع الانتشار ولكنه ايضا يعني بطفراته المتعدده وكانه يوحي بان هناك سيكون تعايش مع الجائحه، فالكل يتفائل خيرا. حتى منظمه الصحه العالميه يعني وضعت بعض المواعيد كشهر ماي من العام الحالي الذي قد يكون فيه يعني نوعا ما زوال باذن الله للجائحه او حتى انحصارها وعدم تاثيرها بشكل كبير على المصابين بالفيروس، وبالتالي تاهيل وإعادة تأهيل القطاع الصحي والمقاولات التي نزفت كثيرا وأيضا الفاعلين في هذا القطاع، وكما تفضلت إن كان يعني يشكل 7% وما يزيد من الناتج الوطني فهو أيضا يشغل يعني 600 ألف وما يزيد من مناصب شغل مباشرة، والحرف المرتبطة بقطاع السياحة هي الأخرى بدورها تضررت، ونحن نتحدث في نفس الإطار عن بناء أسس الدولة الاجتماعية وإدماج القطاع غير المهيكل إلى غير ذلك من الأهداف السامية في البرنامج الحكومي. في ذات الآن هناك من يقول بأن نموذج التنموي أشار إلى الاستثمار ذو جدوى، أي ألا نضخ أموال كثيرة في استثمارات تغيب عنها الحكامة، يوجد فيها نزيف أو استنزاف للموارد المالية للدولة دون نتائج إيجابية، كيف يمكن للأمر أن يستقيم؟ سؤال جد جد وجيه، بحيث ان المشكل اللي كان عندنا في المغرب في السنوات القليله الماضيه هو ان كنا كنمشيو يعني في واحد مجموعه من الاستثمارات اللي هي ذات قيمه يعني مضافه اللي هي صغيره، وبالتالي فان اليوم اللي ما خصناش ننساو هو ان هاد 245 مليار ديال الدرهم اللي غنمشيو فيها في الاستثمار العمومي راه واحد 100 مليار درهم منها غتجي عن طريق المديونيه اما على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي. صحيح، اننا ممكن اننا نؤديو الاقساط ديال هذه المديونيه ديال هذه، خاص هذه الاستثمارات هذه تمشي في قطاعات ذو قيمه مضافه اللي هي كبرى، بحيث ان يعني تشكل لنا تعطينا واحد القيمه مضافه كبرى باش ممكن اننا يعني ندخلوا العمله الصعبه، باش اننا ممكن نشغلوا واحد اليد عامله، باش اننا نخلقوا واحد الفرص ديال الثروه، وبالتالي ما يمكنش نرهنوا الاجيال القادمه. والا فان الا ما كانش عندنا يعني تنزيل صحيح للنموذج التنموي الجديد وواصلنا في هذه الاستثمارات اللي هي ذات قيمه مضافه اللي هي صغيره جدا، فاننا يعني كنرهنوا الاجيال القادمه من عن طريق تاديه هذه الاقساط هذه يعني بـ بـ بـ
يعني واحد نسب ديال الفائده اللي هي كبيره كبيره جدا. نعم، وإن كان النموذج التنموي بدوره أيضا قد أشار بأن إن كانت الدولة ستستدين من أجل الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية فليس في ذلك مانع. فيما يخص المشاريع التي تحدثنا عنها اليوم في قطاع التعليم، السياحة، اللوجستيك وأيضا الصناعة، 90% السجدري رأس مال وطني. هل اليوم نحن يعني أمام هيمنة نوعا ما للقطاع العام، أم أن بالفعل يعني حتى هيئة الاستثمار أو لجنة الاستثمار المكونة من مجموعة من الوزارات الهامة والمتداخلة في مجموعة من القطاعات داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدولة هي الأخرى من بين أدوارها المنوطة بها هي تتبع الاستثمارات، وقد تحصلت على مجموعة من الشكاوى من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أي أن يعني القطاع الخاص لا يمكن إغفاله في مجال الاستثمار، وبالعكس أن تكون هناك شراكة ذات نجاعة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإشراف من الحكومة. بالفعل صحيح، بحيث ان القطاع العام هو يعني مهيمن على هذه الاستثمارات هذه بصفه يعني هي كبيره، بحيث ان الاستثمارات الداخليه هي اللي كتشكل يعني عصب ديال الاستثمارات هذه. ولكن ما خصش نساو بان خصنا ندير واحد المجهود اللي هو اضافي عن طريق نقل الاعمال، عن طريق يعني الولوج الى التمويلات البنكيه، الى اصلاح منظومه العداله، اصلاح النظام الجبائي ديالنا، باش ممكن ان هذه الاستثمارات الاجنبيه ولا القطاع الخاص ان يزيد يستثمر الاموال ديالو، بحيث انه يشوف بان المغرب هو واحد الارض خصبه يمكن انه يحقق فيها الربح ديالو هو بدرجه اولى، ومن منه يعني الناس اللي يستثمر معاهم باش انهم ممكن انهم يمشيوا. كذلك ما خصناش ننساو بان هذه جائحه كورونا هذه كتخلي واحد مجموعه من المستثمرين انهم يكونوا شويه مترددين يعني في يعني النزول الى ارض الاستثمار، بحيث انهم يقولوا نتسناو شويه نشوفوا هذه الجائحه كيف غتخرج لنا، ومن بعد اننا ممكن نستثمروا الاموال ديالنا. انا اتمنى ان هذا المتحور نكون اخر سلسله من سلسلات هذه الجائحه هذه، وبالتالي فاننا ممكن نرجعوا للحياه ديالنا مع الربع الثاني مثلا 2022، وممكن اننا نواصلوا هذه الانتعاشه الاقتصاديه ديالنا باش ممكن نحققوا يعني واحد مجموعه من نقاط ديال التنميه، باش ممكن اننا نرجعوا على الاقل الى نهايه سنه 2019، باش ممكن نبنيوا الاقتصاد ديالنا يعني من جديد، باش ممكن نحققوا واحد الاهداف يعني على المدى المتوسط، وكذلك ممكن اننا ننزلوا النموذج الجديد اللي كيدوي على مجموعه من الامور، على الرأسمالية البشرية، كدوي على نعم. تحويل الاقتصاد ديالنا، كدوي على واحد مجموعة من الأمور يمكن أنها ما تكون إلا نقط إيجابية بالنسبة للمغرب اللي هو البلاد ديالنا. نعم، تحسين مناخ الأعمال والرفع من دينامية الاستثمار هي وظائف للحكومة تعكف عليها هذه اللجنة، وفي نفس الوقت حين تقوم يعني دولة في عز جائحة كورونا وفي ظل خطة إنعاش اقتصادي وصناديق استثمارية ضخمة وميزانية غير مسبوقة في الاستثمار العمومي، وهذا الاستثمار لا يشمل فقط يعني قلنا مثلا التعليم العالي، هذا فقط فيما يخص الاجتماع الذي خصص يوم الأربعاء الماضي للجنة الاستثمار، ولكن السياسة العمومية في المملكة المغربية حافظت على الاستثمار العمومي حتى في سنة 2021 واستمر أيضا في سنة ظهور الجائحة 2020، وبالتالي هنا طمأن ربما للاستثمارات الأجنبية، والمغرب يعني ارتفعت نسبة الاستثمارات فيه إلى 17%، أن رغم الجائحة لم يعزف أو يكون هناك عزوف من طرف المستثمر الأجنبي. بإضافة هذه الاستثمارات المالية الضخمة في مجموعة من القطاعات، صحيح فيها ما هو خدماتي واجتماعي كالصحة والتعليم، ولكن هناك بنى تحتية لا زالت يتم إنشاؤها، هناك موانئ من العيار الثقيل، هناك استحداث لمرافق عمومية وأخرى يعني لها علاقة باللوجستيك إلى غير ذلك، كل هذه الأمور محفزة على الاستثمار، وبالتالي قد تغطي الدولة بعض من العجز الذي قد يكون في بعض القطاعات، منها السياحة، منها الصحة، حتى الصحة قد تكون فيها استثمارات أجنبية ويصبح لدينا سياحة علاجية وأمور كثيرة من هذا القبيل. صحيح صحيح، بحيث ان لولا المجهود الاستثماري اللي قامت به الدوله على سنه 2020 وسنه 2021 ما كانش يمكن نحققوا هذا النسب ديال النمو، بحيث ان صحيح ان سنه 2020 حققنا ناقص 0.3% من الناتج الداخلي الخام، ولكن هذا المجهود الاستثماري اللي تم سنه 2020 وتم التكريس ديالو سنه 2021 هو اللي خلى المغرب يحقق واحد نسبه النمو ديال 0.7%، وبالتالي فان كل ما فقدناه سنه 2020 عوضناه
سنة 2021، هذا عن طريق المجهود الاستثماري اللي قامت به الدولة. هذا شيء لا يناقش، بحيث أن الدولة خصها تواصل في الاتجاه هذا، بحيث أن ملي كنأهلوا البنية التحتية ديالنا وملي كنفرقوا يعني كنقلصوا من هذه المفارقات المجالية بين مجموعة من الجهات ديال المغرب، ما يمكن لها إلا تشجع المستثمرين الداخليين والمستثمرين الأجانب باش أنه يجوا المغرب. بحيث أن اليوم مثلا كندوي على الميناء المتوسط، الميناء الأطلسي للداخلة، كندوي على الطريق السريع بين تيزيت والداخله. هذه الامور هذه هي اللي خلات واحد المجموعه من المستثمرين الاجانب انهم يفكروا انهم يجوا يستثمروا في الاقاليم الجنوبيه. اعتقد بان الدوله خصها تواصل في الاتجاه هذا، تاهيل البنيه التحتيه، تاهيل راس المال البشري، باش يمكن المستثمرين لا داخليين ولا خارجيين انهم يحسوا بان المغرب واحد الارض اللي هي ارض هي خصبه للاستثمار، وفي يمكن ان يحقوا فيها واحد المجموعه من الارباح. وهذا هو اللي يمكن ان يحقق واحد نسبه من النمو اللي هي متوسطه على الاقل خلال 3 سنوات او 4 سنوات القادمة. نعم، وأنت تتحدث يعني أستاذ جذري عن الاستثمارات الأجنبية، تعلم أن سياسة المملكة الخارجية اليوم تعتمد على تنويع العلاقات، وليس ببعيد شاهدنا اجتماعات مع دول منظمة في فور في شجراد، وكان هناك حضور لوزير الخارجية المغربي، أيضا التوقيع على اتفاقية الطريق والحزام فيما يخص الشراكة المغربية الصينية، وهذه مبادرة تشمل 140 دولة وليست بالأمر اليسير، وفيها استقطاب للرأسمال الصيني، وسيكون هناك استثمارات في مجموعة من القطاعات، منها البنى التحتية، منها الطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة وأمور كثيرة جدا. هذه هي الأخرى تنضاف إلى الأهداف التي تتوخى الحكومة تحقيقها، وتساعد أيضا الحكومة اليوم على زيادة الاستثمار في بعض القطاعات لكي تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي. صحيح صحيح، بحيث ان المغرب هذا يعني هذه الامور الاستباقيه اللي قام بها يعني قبل جائحه كورونا هي اللي مكنته انه يكون يعني انه يواجه الجائحه هذه باقل الاضرار، بحيث ان هذا التنويع ديال الشركاء الاقتصاديين ديالنا نحو الشرق ونحو الغرب ونحو جنوب القاره ديالنا هو اللي مكن المغرب باش انه يكون في ان يعني نفس الان يكون منصه يعني افريقيه نحو افريقيا، وكذلك يخلي واحد مجموعه من المستثمرين اللي هما مستثمرين غير تقليديين بالنسبه للمغرب. كنشوفوا يعني المستثمرين اللي جاونا من اوروبا الشرقيه، كندويو على الشراكه بين المغرب وبريطانيا، كندويو على هذا التوجه نحو الصين، بحيث ان الطريق الحرير هذا سيمكن يعني المغرب من الاستفاده من مجموعه من الاستثمارات الصينيه اللي غادي تجي للمغرب، وكذلك سيمكن الصين من التوفر على واحد المنصه يعني اللي هي افريقيا اللي هي جيوستراتيجيه يمكن انها تنفتح بها على مجمل الدول الافريقيه. كذلك كاين مجموعه من الشراكات مع الدول ديال أمريكا الشمالية، كاين حتى في الأقاليم الجنوبية. هذه الأمور هذه هي اللي خلت المغرب أن يعني أولا يحد من أثار جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، وستمكنه في المستقبل القريب يعني هذا التنويع ديال الشركاء الاقتصاديين من أن ما يبقاش المغرب يعني راهينة ديال الشركاء ديالو التقليديين اللي هما عموما فرنسا وإسبانيا، وبالتالي فإن يعني كيف ما كانت الظروف كيف ما كانت العلاقات السياسية مع شركة أو آخر المغرب لن يتأثر كيف ما كانت كتأثر يعني من قبل، بحيث أن قبل كان كيكون مشكل في اوروبا يعني كيجينا مباشره نحو المغرب. اليوم مع هذا التنويع ديال الشركاء يعني شمالا وجنوبا وكذلك غربا سيمكن المغرب من ربح واحد مجموعه من النقاط ديال التنميه، واحد مجموعه من خلق فرص الشغل في على الاقل على المدى المتوسط او الطويل. نعم، وبامكانه ايضا ان ينمي مجموعه من القطاعات صناعيه كانت او فلاحيه وغيرها من خلال هذا التنويع في الشركات والاستثمارات الاجنبيه المنتظره خلال العام الحالي او حتى العام المقبل او على المدى المتوسط والبعيد. سي محمد جذري المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على الحضور في ضيف التحرير. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، لكم اشمل تحيه اينما كنتم والى اللقاء.